نتحول إلى أخبار الطقس تستعرضها لنا في وقفة أخيرة من نشرة التاسعة فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا محمد، شكرا هبة، وأهلا بكم مشاهدينا ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة صباحا، معتدل الحرارة نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على مختلف ومدن المحافظات والجمهورية، والبداية من القاهرة العظمى 23، الصغرى 14، اسكندرية 22 15، المطروح 21 12، بورسعيد 22 15، إسماعيلية 24 12 وجوها معتدل، أما السويس 24 15، العريش 23 14، طابة 22 14، شرم الشيخ 26 18، الغردقة 26 17 وجوها أيضا معتدل. بالنسبة للأقصر 26 13، أسوان 27 14، الوادي الجديد 25 8، شلاتين 27 20، حلايب 26 20 وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.